ومعاكم من جديد اسراء حسين من منظمة الاتحاد اللوثري مركز امان المجتمعي بنادي الرعاية الوالدية، واليوم جلستنا رقم 12 والاخيرة، وللاسف اليوم بيكون اخر جلسة لنا بهالنادي. كانت 12 جلسة صراحة ممتعين وجلسات رائعة معكم وبأفكاركم وبتعاونكم، عن جد شكرا جزيلا لكل حدا وصل معي لهون لآخر مشوارنا، ولكن إن شاء الله هو بداية وعهد جديد لنا بالتربية الإيجابية وبتغييرنا للأفضل مع أطفالنا. حبيت تكون آخر جلسة لنا عن موضوع جدا مهم وجدا جدا ضروري يعني نعرفه كلياتنا كمقدمين رعاية، كأهالي، كأي حدا له علاقة بالأطفال. اليوم جلستنا عن الكشف المبكر عن التأخر النمائي عند الأطفال، الكشف المبكر عن الإعاقات بشكل عام. رح نحكي عن مرحلة الطفولة المبكرة، كيف الفترة من عمر صفر اللي هو يعني من وقت الولادة حتى 6 سنين، هاي وأول 3 سنين اسمها الفترة الذهبية، تعد هالفترة أكبر فترة ضرورية جدا للتعلم في حياة الإنسان، لهيك اسمها الفترة الذهبية. النمو والتطور بيصير بالتدريج، بتم من خلال نضوج دماغ الطفل واكتسابه للمهارات تدريجيا، مثل تعلم الجلوس، المشي، الكلام، اللعب مع الآخرين. شو هو النمو المبكر للطفل؟ كل طفل بنمو بنمط معين ووصل لمهارات أساسية بعمر محدد، بس كل طفل مختلف والنمو بصير بطرق متعددة، يعني فلان مشي قبل فلان، ليش؟ مع انهم بنفس العمر، كل طفل له طرق بالنمو، في حدا بيطلع اسنانه اول، طبعا هذا الكلام كلياتنا بنسمعه، حدا بيمشي اول، حدا بيقعد اول، فهاي الاشياء بشكل طبيعي. بيعتمد النمو على التفاعل الحاصل بين الطفل والبيئة المحيطة، كيف يعني؟ يعني النمو هون بصير حسب الطفل ايش عم بيشوف بالبيئة المحيطة، ايش في عنده تجارب عم بتصير، ايش عم ياخذ من شعور، من لمس، من سمع، من رؤيه، ايش الاشخاص اللي حواليه، الاماكن. كل ما زدنا هاي البيئه وحفزنا البيئه المحيطه حواليه كل ما كان النمو اللي له اكبر. الخبرات اللي بياخذها الطفل في مرحله الطفوله المبكره بتاثر بشكل كامل بحياه الشخص. رح نحكي هلا ونفوت بموضوع الكشف والتدخل المبكر، كيف مجالات النمو اللي ناخذها هلا. في عندنا مجالات نمو وهي نمو اجتماعي عاطفي، نمو عقلي، نمو لغوي، نمو بدني. 4 مجالات بالاطفال، بنمو الاطفال اجتماعيا، عاطفيا، بدنيا، عقليا، لغويا. هاي ال4 مجالات ممكن هي بتنعرض باقسام منفصله، ولكن هي بالواقع مش منفصله، مترابطه. كل نمو، يعني اذا كان عند الطفل نمو عقلي جيد و فعال، بكون بالتالي النمو موجود اجتماعيا وعاطفيا، بدنيا ولغويا. كل نمو بيأثر على النمو في المجالات الثانية. الكشف المبكر عن الإعاقات، تعد هون مهمة الاكتشاف المبكر للأطفال ذوي الإعاقة من المهام الصعبة اللي بتأثر بشكل مباشر على حجم وكيفية الخدمات اللي بتتقدم لهالفئة من الأطفال. الأهل بيساعدوا على إنه يتخذ إجراءات وقائية في حالات الإصابة الوراثية، تحديد نوع ودرجة الإعاقة، البرامج التأهيلية المناسبة، وتوفير الوقت والجهد. الكشف المبكر بيساعد على عدم تحويل الضعف الموجود عند الطفل لعجز وإعاقة من خلال برامج التدخل المبكر. خلينا نحكي شوي بهالموضوع وندخل فيه أكثر. الكشف المبكر عن الإعاقات، ما بعرف يمكن في، أو خلينا نحكي كثير بيناتنا في أمهات لأطفال ذوي إعاقة، يمكن أنتم بتعرفوا كيف كان، كيف أول مرة اكتشفنا أولادنا، كيف أول مرة عرفنا إن ابننا عنده مثلا مشكلة بالسمع، كيف ابني طلع عنده مشكلة بالنظر، كيف ابني طلع مثلا عنده حالة متلازمة داون سيندروم. كل حدا فينا بيكتشف هالأمور سواء كانت بطريق الأهل ولا أو بطريق الطبيب. هون حابة كتير أنبه على شغلة، بالأردن بالمراكز الصحية في عنا برنامج، أو خلينا نحكي ملف اسمه النمو والتطور لكل طفل، من وزارة الصحة مطلوب يفتح هالملف لكل طفل. لما نروح على المركز الصحي إحنا كأمهات بدنا نطالب
لفتح الملف. الآباء ضروري جدا نركز على هذا الموضوع، إحنا بنودي أولادنا على المركز الصحي فقط للمطاعيم، ولكن في ملف اسمه النمو والتطور بينفتح لكل طفل. هذا الملف فيه المجالات النمو كاملة بكل عمر، يعني بيجيها طفل للممرضة للقابلة بعمر الشهر، بتشوف إيش في بهالملف، بكون مكتوب إيش لازم يعمل هالطفل بعمر الشهر، بعمر السنة، بعمر السنتين، من عمر يوم لعمر 5 سنوات. يتم متابعة كل طفل، كل مرة بيجي بياخذ فيها مطعوم بينعطى له كمان موعد، سواء كان على المطعوم اللي بعده أو قبل أو بعد حسب. هون القابلات بكون عليهم دور كبير، المركز الصحي عليه دور كبير في الكشف المبكر عن الإعاقات، مثل ما بنشوف آخر سطرين جدا مهمين. الكشف المبكر بيساعد إنه ما نحول الضعف الموجود، يعني اكتشفت القابلة وقالت لك ابنك واضح شوي عنده سمع، عنده ضعف سمع، خديه راجعي فيه. أنا بدوري كأم قالت لي ممرضة هيك، بروح على طول باخذ مثلا تحويل لمستشفى، بعمل بروح بعمل له فحص سمع، بروح بشوف إذا كان عنده ضعف سمع بجيب له سماعة وهكذا. وهون إحنا شو عملنا؟ حولنا، ما حولنا الضعف اللي موجود لإعاقة أو عجز. كيف؟ من خلال برنامج تدخل مبكر. يعني لما انا لبست الولد سماعه على الصغر، هون الولد ما فقد انه يسمع كلمات اكثر، هذا في حال كان عنده مثلا ضعف السمع باذن واحده، في حال كان عنده اذنتين ضعف السمع بالاذنتين بكون طبعا له شكل تاني، ممكن يعني إذا حطينا له سماعة رح نساعده إنه ياخذ كلمات في عمر أصغر، في حال النظر برضه رح نساعده إنه يقوي نظره حسب. وهون ضروري جدا نركز على هالجملة، على هالجملة، ما نحول الضعف الموجود لا عند الطفل لعجز وإعاقة، ومن خلال هذا الموضوع البرامج التدخل المبكر. الكشف المبكر بيتقدم خدمة متابعة، خدمات متابعة النمو والتطور والمراكز الصحية قسم الأمومة والطفولة في كل مركز صحي يوجد. لازم نسأل عن متابعة النمو والتطور، خدمة النمو والتطور من خلال فريق من القابلات والممرضات. حتى الدكتور بيكون له دور هون إنه يكشف على الطفل ويشوفه، وهذا لغايات كشف أي علامة من علامات إنه يكون في نمو لا نمطي، يعني يكون عند هذا الطفل في نمو مش طبيعي، في إشي مش طبيعي عند الطفل. هون إحنا نعرف إنه هذا، خلينا نحكي زي إشي هيك برن، إنه في هون إشي لازم بسرعة نمشي فيه، نروح نعالج، نروح نفحص، نروح بداية زي ما قلنا عشان ما نحول الموضوع من ضعف لإعاقة. الخدمات التشخيصية متخصصة تقدم في مستشفيات أو مراكز تشخيص الإعاقات من خلال فريق من أطباء العيون، أطفال، عظام إلى آخره. التدخل المبكر معظم الحالات ممكن مساعدة الطفل على التقدم في مناطق متأخرة بالنمو عن طريق تزويده بالعديد من الفرص لاكتشاف الممارسة. الأطفال اللي بنمو بطريقة لا نمطية ممكن يحتاج تدخلات خاصة مثل علاج طبيعي، علاج وظيفي، علاج نطق، بس بيحتاجوا بشكل خاص للتحفيز في وقت مبكر حتى يقدروا يتطوروا مثل الأطفال التانيين بالرغم من إعاقتهم. مفهوم التدخل المبكر، التدخل المبكر هو مجموعة شاملة من الخدمات الطبية والاجتماعية والتربوية والنفسية، بيقدمها فريق من المتخصصين بالشراكة مع أهالي الأطفال من وقت الولادة لحتى عمر 6 سنين. لمين تقدم خدمات التدخل المبكر؟ للأطفال ذوي الإعاقة، الأطفال اللي عندهم تأخر نمائي، يعني بيكون متأخر شوي عن الأطفال اللي بنفس عمره، الأطفال المعرضون لعوامل الخطورة. من يقدم خدمات التدخل المبكر؟ زي ما قلنا فريق من المعالجين، مش مع علاج طبيعي، وظيفي، أخصائي نطق، أخصائي تربية خاصة، وأهل الطفل، مقدم الرعاية الأول للطفل، بكون هون لهم دور كتير كبير بتحسن الطفل. هون بحب أختم جلستنا لليوم لنكون كملنا المنهج التدريسي لمهارات التربية الإيجابية، لمهارات تربية الأطفال. المنهج الدراسي الموجود في المساحات الآمنة للشفاء والتأقلم هون صمم فعلاً من أجل العائلات اللي عندها أطفال، العائلات اللي حاسة وبحاجة لدعم لتربية أطفالهم. بيقدم البرنامج القائم على الأدلة على زيادة معرفة أولياء الأمور وتنمية الطفل، وأنه نعطيهم بعض وسائل والتقنيات اللي ممكن يستخدموها بالتواصل مع الأطفال، إنهم يساعدوا على إدارة توترهم وتوتر أطفالهم ودعم رعاية أبنائهم. بحب كتير أسمع منكم
وأعرف شو آراءكم بهالنادي. كانوا فترة صراحة يعني مش قليلة وكمان مش كتيرة، ولكن كانت فترة جدا مميزة بالنسبة إلي، وأتوقع بالنسبة لإلكم كمان. تعلمنا فيها ودعمنا بعض فيها وأخذنا آراء بعض، تناقشنا كتير. فعليا كانت أيام وفترة جميلة جدا. حابة قبل ما ننهي جلستنا نجدد العهد بيننا وبين بعض، جددوا العهد بين نفسكم إنكم عن جد نتعهد نحط إيدينا هيك على قلوبنا، نتعهد بتربية أبنائنا بشكل إيجابي، نوعد حالنا إنه هالنادي رح يكون عن جد بداية ونقطة لتغيير جارتي، لتغيير زميلي، لتغيير نساعد الكل إنه يتغيروا، وندعم الكل ونتساعد كلياتنا إنه كل الأطفال بهالمجتمع يضلوا بخير ويضلوا بأحسن صورة ممكنة. يعطيكم ألف عافية. شكرا كثير لحضوركم لكل الجلسات. عن جد عن جد شكرا جزيلا لكل حدا احترم الجلسات، وقت الجلسات احترم إنه يعني كانت عن جد فترة احترمنا فيها بعض، احترمنا وقتنا. شكرا جزيلا جميعا جميعا، ويعطيكم ألف ألف عافية. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. نعم لابد من حب لتملأ كوننا الأنوار، ليغمرنا عبير الود تبسم حولنا الأقدار. نعم لابد من حب لتملأ كوننا الأنوار، ليغمرنا عبير الود تبسم حولنا الأقدار، لنفتح